عليكم. شركة محل جروب العقارية في مدينة إزمير، مشروع تلة النجوم. طبعا هاي عندنا الشقة النموذجية، 3 غرف صالون، في عندنا هون خزانة ومستودع، في عندنا على اليمين مباشرة تواليت. طبعا المشروع يتكون من 5 أشكال للشقق. في عنا 3 أوصال وهم مطبخ مغلق، في مطبخ مفتوح تجي مساحة 126 متر مربع، وفي عنا 5 أوصال وغرفتين وصالون حديقة. طبعا هاي الصالون، في عنا هاي المطبخ. طبعا المطبخ بيكون جاي جاهز مع الفرن والطباخ ونظام تحليه الهواء. طبعا الشقة بنظام 3 أوصال مطلة مع البحر. في عنا هون الحمام اللي بيخدم الصالون وغرفتين النوم. طبعا بإمكان الاختيار اما جاكوزي او خزانة. على اليمين مباشرة في عنا الغرفة الأولى، غرفة، في عنا الغرفة الثانية اللي هي غرفة الأطفال. طبعا هذا الطرف مطل على الجبل. وأخيرا في عنا غرفة الماستر روم